مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في هذه الازمه التي يمر فيها العالم اجمع وبلدنا العزيز، ثمة تساؤلات كثيره ترد على اذهاننا. تساؤلات عقائديه، فكريه، اجتماعيه، سلوكيه وغيرها ايضا، لابد ان نبحث عن اجابتها معكم، لذلك كانت هذه المساحه الاعلاميه على قناه المنار، ولذلك كان سماحه الشيخ الدكتور اكرم بركات ضيفنا الدائم. في هذه الفسحة وفي هذه الوقفة أيضا سماحة الشيخ أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا يعطيك ألف عافية طبعا ننوه للمشاهدين بأنه يسبق هذه المساحة تساؤلات وأسئلة أيضا المشاهدين بدي نوه أن أسئلتكم هي عماد هيدي الحلقة وهي التي سيتم الإجابة عليها خلال الأرقام الظاهرة على الشاشة أو أيضا خلال موقعنا وصفحتنا على فيسبوك وايضا من خلال حسابي على مواقع التواصل الاجتماعي طبعا بيكون بخدمتكم بيسبقها وقفه لسماحه الشيخ بعد نشره الاخبار ومن ثم تاتي هذه المساحه لتكون مساحه نتشارك فيها اسئلتكم فيها وعليها ايضا، سماحه الشيخ اهلا وسهلا فيكم من جديد اهلا وسهلا يعطيك العافيه عافية. ابدا من السفر ما الذي يحدث اليوم في هذا العالم؟ ماذا نشاهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لما واحد بده يوصف المشهد بده يوصفه بشكل عام. بدون ما يضيق النظرة لأنه هلأ موضوع انتشار فيروس كورونا من الواضح أنه أمر يمكن أن يوصف بأنه أمر سلبي عم نفقد أرواح أعزاء عم يمرضوا ناس أعزاء عامل توتر اقتصادي ناس ما عندها شغل و و و من الصور التي هي صور سلبية ولكن خلينا نحن ننظر لجانب آخر لأنه هذا الجانب كثير بيحكوا فيه الناس الجانب الآخر اللي ممكن أن يكون جانب عبرة أنه بحب أن يسلط النظر على أنه ما نراه اليوم كأنه الناس كاينين مكونين صور وانطباعات ومصدقين بقضايا نتيجة أنه هن عم يبصروا ما يبثه الإعلام والدعاية التي يعني ترد من جهات ومطابخ استكبارية عم بكونوا صور معينة فجأة هن عم يطلعوا على الشاشة فجأة زخت مي بس مي مش بكمية صغيرة وقفوا شوي اه ايه. زخت مي وفاقت العالم فاقت العالم على مشاهد ثانية هلا شوف مثلا الإنسانية هيومانيسم اللي تغنى فيها الغرب في ثقافته اللي كانت هلا بالبداية بوج الدين الكنيسة إلى آخره طيب هيومانيسم الإنسانية الإنسانية وين الإنسانية هلا بكورونا؟ الإنسانية هلا وين بالكبار يعني الاف في بعض البلدان الاوروبيه الاف من دور المسنين تركت من دون ممرضين وممرضات، تركوا ليموتوا. وين هو الانسان حينما ننظر الى الموتى الذين يحرقون؟ وين هو الانسان حينما ننظر حتى الى الاسره انه الابناء والبنات لما يرجو مثل ما قال أحد الأطباء الأوروبيين يرجو الأب أن يودعهم قبل ما يموت بيرفض أن يجوا حتى يبتعدوا عن مسألة الفيروس هلأ مثلا القوة صورة ثانية من الصور اللي بشوفها أنه قوة الدول أمريكا القوة العظمى التي تحكم العالم باقتصادها وبعسكرها و... طيب اليوم نلاحظ القوة عم تختلف أمريكا اليوم في حالة عجز في حالة ضعف أمام دول ثانية لم تكن تنظر بتلك القوة عم نلاحظ استقرارها وقوتها بناحية ثانية حتى منظار القوة يختلف لا. اليوم الاتحادات التي كانت شوف اليوم شو عم يصير في خلل بالاتحادات اليوم عم نشوف الضعف الإنساني كأنه ما الإنسان في جبابرة يعني. الإنسان وصل لمرحلة يعني في جو طب نحن بنؤمن بمحورية الإنسان نحن بنؤمن أنه الله سبحانه وتعالى غني لا يريد منا شيئا، هو يريدنا ان نتكامل ولكن يريدنا ان نتكامل في الدائره الانسانيه. لا يريدنا ان نتكامل بمعنى ان نصبح نحن المتغطرسين اللي بننطلق من خلال المنفعه والمصالح. للاسف اليوم بيتنظر بشكل طبيعي انه حتى نظبط الوضع الاقتصادي بالبلدان نقضي على المعاقين وعلى الكبار وعلى المرضى من اجل ان نخلق حاله من الشعب في مرحلة الشباب حتى نعمل يعني استنهاض اقتصادي على حساب الإنسان يعني هالي كنا نسمع فيها بعض الفلسفات ونظر إليها بعض الفلاسفة الذين نعدهم من الفلاسفة اللا إنسانيين اليوم منلاحظ أنه هاي عم يتنظر بهذا الواقع منيح اليوم بهذا المشهد إضافة إلى عملنا لأجل أن نناهض كورونا وأن نقوم بأنفسنا بالشكل الذي يعني نكون في اصحاء على المستوى الجسمي الجسدي ان نكون في اصحاء على المستوى الفكري ان نغير بعض القناعات التي كانت مزروعه بالنسبه للنظره الى الحقيقه وان نعود الى الله سبحانه وتعالى صاحب الاسباب اللي وصل يعني مره بتذكر احد المسؤولين الامريكان مره اعترض على الله سبحانه وتعالى على اساس تغيير الطقس والجو انه صار يعترض عليه انه ليش عملت هيك وهذا لا يناسب الولايات الامريكيه المتحده على عهد بوش الابن التغطرس الذي وصل اليه الانسان علينا ان نعيد النظر به بغض النظر عن مساله المأساة التي تحصل حتى مش بس على مستوى دول سمحت الشيخ بعض الاشخاص لديهم هذه هيد هيدي النزعه والغطرسه طبعاً. وكذا طبعا هل عم, هل عم اقول بالجانب السلبي اضافه له في جانب ايجابي شوف مثلا مجتمعنا اللبناني مع الضائقة الاقتصادية نعم. ومع ما تفعله المصارف في المودعين من صغار وغيرهم ومع 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 انظر هذا الالتفاف الشعبي التكافل الاجتماعي عم بصير انظر إلى وضع الأسر انظر إلى وضع التعاطي الإنساني يعني كمان في مشاهد هي مشاهد صحيح. جميل جدا ويجب ويجب يعني ان نحول كما قال سماحه السيد هاشم بالمقابله نعم. على تلفزيون المنار ان نحول التهديد الى فرصه اليوم امامنا ايضا بهالجو فرصه نرجع نتعرف منيح على انفسنا وعلى عيالنا ونقعد معهم ونسمعهم ونشوف مشاكلهم نشوف طموحاتهم نخطط مع بعض نحو المستقبل نغير بعض الانماط الانماط المعيشه التي اعتدنا عليها الشوبينج وموضوع الاستهلاك <applause> وموضوع و وا وا, وا 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 وان نرجع الى اصاله يعني كنا عليها وان يعني نرجع نعيد النظر ببعض التصرفات التي يعني كنا نمشي فيها من دون التفات ونصحح المسار في اطار ذلك. كانت تسوقنا بمحل <applause> مثل ما مولانا لان المشاركة الناس هي العمده الاساس لن يعني احاول ان تكون اسئلتي اسئله الناس هذا شيء طبيعي. محمود كارنيب بيسألك ولنبلونكم كما تقول آية بسم الله الرحمن الرحيم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال إلى آخر الآية هل يمكن اعتبار ما يحصل هو تعبير عن الآية الكريمة؟ وإذا الجواب نعم أو لا شو بيتوجب علينا نعمل بهالمحنة؟ أنا طبعاً هذا بلاء من الله سبحانه وتعالى لأنه لما الله سبحانه وتعالى لنبلونكم بشيء يعني ما يحصل في هذا العالم في مسألة هلأ هي مسألة عقائدية بدي أولى بشكل سريع جدا بعناوين سريعة جدا أنه لما نحن ننظر إلى ما يحدث في العالم علينا أن ننظر إليه بواقعية على أساس أنه في طبيعة هذه الطبيعة لها قانون لها قانون يعني مثلا أنا هلأ إنسان أنا إنسان بدي أتحرك بدي روح وإجي وأشرب وأدرس وأعمل ما طبيعة الحال بدي يكون عنده ليونة بجسمي لما يكون عنده ليونة يعني اذا اجت رصاصه بتخرق جسمه يعني ممكن يؤدي ذلك الى موت ما في يجي واحد يقول انه طيب كيف هيدي الرصاصه اجت او هذا الفيروس اجى وعمل معي هيدي المشكله ما اصلا طبيعه الجسم لو كان يعني مكون من مواد ثانيه اصلا ما كان فيني يعيش هيدي الحياه اللي انا بعيشها نفس الشيء بالنسبه للارض يعني انه الارض بمكوناتها فيها ضغط بيطلع بركان بيصير فيها زلزله هيدي امور الى دخل الطبيعة في امور الى دخل بالطبيعه باختصار وفي امور ثانيه الى دخل باختيار الانسان يعني الله سبحانه وتعالى خلق الانسان مختار لما خلقوا الانسان في اختيار يعني في واحد يروح ويضر الثاني في واحد لا. يروح وان يخلط مواد موادا بمواد ويطلع شي فيروس معين هذه يتابع الاختيار الانسان اذا ما نقول انه يعني هذا ليش عم تصير هيك كنا بالاصل قلنا بلا اختيار وإذا منقول إنه ليش هاي الطبيعة هيك كنا بالأصل إنه بلا طبيعة لما تقول إنه هاي الطبيعة موجودة هيك وهذا الاختيار موجود هيك شو بتحكي عادة بتحكي أيهما أفضل أيهما أحسن أيهما الذي يلائم الحكمة يجب أن لا الذي يلائم الحكمة هو الاختيار وهذه الطبيعة بتلاقي حكمة بس هذا إله شو إله نيتجو هيدا نيتجو واحد بده يتحمله هذا نيتجو هو بلاء هلا مرة واحد بيكون هو السبب سبب السلبية مرة ما بيكون سبب السلبية يعني مرة واحد هو اللي بيروح بيضر، مرة واحد بيوقع على الضرر. اللي بيروح بيضر بالقانون الإلهي بيقول لك أنت رحت ضريت تستحق العقاب. لا. الشخص اللي لا بيوقع عليه افترضنا هلا أنا ابتليت افترضنا وشخص ضرني أو جاء فلوس لعندي أو مرضت أو إلى ما هنالك أنا انضرت هون بيجي قانون اسمه قانون التعويض. كل شيء الإنسان يبتلى به في هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى يعوض عليه، كيف يعوض عليه؟ بشكل عام اما الله سبحانه وتعالى يعوض عليه في الدنيا لانه صحيح. على ان الشجره البريه اشد عوده والرواء الخضره ارق جلوده اما بي هذا بيكون له يعني تعويض دنيوي بمعنى انه هذا شوف هلا عظماء العالم الكثير الكثير منهم صحيح. هم من الذين كانوا فقراء وبشده و و و و صار لهم بعدين نتائج لا. افضل وفي شيء له دخل بالتعويض الاخروي تخفيف الذنوب <تق cost> آه الثواب آه الالهي <applause> ولكن بدهم <بدنا تصفيق> ياخذوا يعني المسار الطبيعي طيب حنفصل اكثر سمحت الشيخ ولكن اسمح لي بهالمداخله من ام محمد يعطيك العافيه الو <to> <Hassan> السلام عليكم وعليكم السلام, اهلا وسهلا الف عافيه عندي بس مداخله وعندي استفسار من سماحه الشيخ نعم تفضل المداخله اللي هي بتقول انه ديننا نحن دين القيم واثبتت هذا هذا الشيء هذه الايامات يلي نحن فيها لا. تكاتف الناس وقديش نحن دينا بيبرد مساله الاخلاق والفضائح اللي هلا هي عم بتصير بالدول اللي هي كانت تتغنى بالتكاتف والتكافل يعني نعم أما محمد فوتي على السؤال مباشرة تفضل السؤال يعني أنا أنه بالنسبة بيقولوا أنه كل بلاء هو نتيجة ذنب فلو بيتكلم علينا سماحة الشيخ بفسرنا الفرق بين الذنب يعني, بي يعني او البلاء اللي هو عباره عن رفعه والذ... والبلاء اللي هو بيكون للذنب نعم نتيجه الذنوب يعني نعم تكلم نعم. الله. شكرا لك ام محمد يعطيك العافيه سمحت شيخ زيرو ممكن توضح لنا شو الفرق بين البلاء لرفع الناس يعني هذا وبلاء السؤال بيتلائم مع التكمله اللي كنت بدي اقولها نعم انه الله سبحانه وتعالى ما يبتلى به الانسان في هذه الدنيا بيكون له تعويض على شو التعويض؟ التعويض مرة بيكون بالدنيا الله سبحانه وتعالى بي مرات بمد له عمره بيعطيه الى اخره مرات بيكون التعويض بالاخره بيكون عليه ذنوب بيمرض بيروح ذنوبه بيكون عليه ذنوب بصير عنده بلاء اقتصادي بيروح ذنوبه صحيح طب مره واحد بيكون بلا ذنوب مرات مثل الانبياء مثل المعصومين للرفع بهذا الحال هون بتيجي مساله انه هون بصير في رفع مقام بيكون البلاء لرفع المقام لذلك نحن بنفهم بلاءات الانبياء اللي هي برفع المقام بس أمتى عاده الواحد يعني يعني الله سبحانه وتعالى يمنحه ويرحمه و و و و هون بتجي شيء له عنوان بشاره وبشر الصابرين ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع صوف ونقص صوف من وبشر الصابرين الصبر شو معنى الصبر الصبر بالدقه هلا معناتها المقاومه الصبر مقاومه الصبر يعني انا ان اقاوم أحياني. البلاء أحيانا انه اقاوم البلاء هذا بلاء اخر شيء بدي اقاومه هلا مثلا البلاء بالنسبه لفيروس كورونا شو مقاومته لما نحكي عن الناس العاديين الحجر المنزلي الحجر الصحي هو مقاومه نعم. هذه مقاومه لما الاطباء الممرضين المسعفين الصيادله هو اللي هن يعني ابطال الخط الامامي هو اللي عم بيقاوموا هو نعم. الصبر مش صبر وحاله سكوت هو حاله مقاومه اذا عمل واحد حاله مقاومه ومواجهه لهذا البلاء بحيث استطاع ان يعني يسير ويتخطى هذا البلاء هذا بشره شو بشره لما الله سبحانه وتعالى هلا هل يطلق البشاره هذه البشاره التي طليق به نعم يمكن اشرت لهذا الموضوع بالوقفه اللي بنذكر المشاهدين تعرض بعد نشره الاخبار مباشره لما حكيت عن النبي ايوب كيف ابتلاه ربه طيب. في الاموال وفي الاولاد ايضا صحيح اسمح لي بهالمداخلة ايضا من جهات صباح الخير مرحب اهلا وسهلا كيفك انا ماخدي على شو على البرنامج الصبح الله بعينك علي تفضل حبيبي <تضح> اهلا وسهلا حبيب. طيب بدي اعزبك توطي صوت التلفزيون تسمعني أنا من التليفون تفضل الفلسفه الدينيه يلا يلا لانه عم يعمل روتور تفضل شو الفلسفه الدينيه مولانا لمشهد خلو الكعبه ومشهد خلو المساجد وحتى الكنائس حتى الفاتيكان يعني يعني مما هيك فتح مثل شك صغير عند اذا فينا نقول بين قوسين لضعاف ضعاف النفوس انه يعني مثل كانه ربنا سبحانه وتعالى خلص طرد الكل من بيته طرد من مساجده من شو الفلسفه الدينيه لهذا المشهد هيك القاسي اللي شفناه خلو الكعبه من الحجاج والمساجد المساجد يلي يمكن من من الاف نعم. السنين ما ما صارت هذه نعم. الشغله يا ريت لو بتنورونا مولانا شكرا جزيلا لك جهاد سمحت الشيخ مشهد ملفت هو ايه طبعا كان بدي اقول مساله انه نحن لما ما نحكي عن الفلسفه بالنسبه لهذا المشهد هو غيب يعني هلا عم نحلل نحن آه. يعني ما في واحد هلا يجي يحكي من راسه بده يكون انسان يعني معصوم وعنده علم خاص من الله سبحانه وتعالى حتى يحكي لذلك منهجيا هذا اطار تحليلي هذا التحليل لما يقول انه هذا المشهد شو فلسفته ممكن واحد هلا بشكل عام البلاء نعم. في له اسباب في سبب هو عباره عن العقاب بس في سبب هو عباره عن او يعني اذا بدك تحكي انه لماذا كان نعم. هذا البلاء اللي هو رفع مقام في سبب هو تخفيف ذنوب يعني عدة أسباب نعم. واحد بيقول أنه هيدا المشهد شو هو سبب ما في واحد يحكم بشكل كامل يحسم هيدا الموضوع هو عقاب نقطة على السطر هيدا الموضوع هو بس رفع مقام إلا إذا كان معصوم ساعتها بدي أقول هيك بس إذا كان بيحتمل عدة احتمالات في واحد أنه بفلسفة الأمور تحليلياً انه يوضع بذهنه هاي الاحترامات كلها حتى يستفيد منه انا بالنهايه شو بدي بدي لا. اقول انا شو بدي استفيد من هالمشهد هلا قبل ما اقول انه بدي حلله لافهمه لا بدي اقول كيف بدي استفيد منه لا. انا بستفيد من هالمشهد انه هذا المشهد يشكل لنا فرصه لان يعني نعيد التفكير بواقعنا هل هو واقع صحيح او واقع غير صحيح, صحيح. بالواقع شوف العالم لما تشوف حدث حدث عالمي خلي شوف التوجه العالمي، اليوم التوجه العالمي توجه رأسمالي توجه منفعي صحيح. توجه على حساب الفقراء والمستضعفين توجه مره. توجه بنشوف في اليمن اه هذا اليمن هالاستضعاف اللي كان موجود اليمن وهالاطفال اللي راحت واوا ما حدا حكى فيها بالإعلام غزة آه؟ فلسطين وال والعالم اشترك والعالم اشترك بأكثره في إخفاء الحقيقة في اليمن مره. وفي غير اليمن نعم طب بتشوف انت هذا الجو العالمي من هالناحيه هاي بخلينا بيخلي العالم تفيق لتنظر بس ما في واحد يحكم على يعني بشكل عام يستغرق الحكم على كل الشعوب انه كل الشعوب هي كذا لا نحن بنؤمن انه هذا مشهد في سواد وفي بياض والله سبحانه وتعالى حينما يعني يقوم بهذا البلاء اللي هو له اسبابه طبعا لا. البلاء واسبابه نحن بنؤمن اخر شيء باختيارات الانسان بعد عم بحكي فيه لا انه ما بنقول انه هذا البلاء مثل ما واحد بفكر انه هي كانه شيء الله سبحانه وتعالى بالتكوين انزله لا لا نحن مش هيك اكيد في له اسباب وفي اخر له. شيء له اسبابه وأسبابه قد تكون متعلقه باختيار الانسان قد تكون مؤامره امريكيه وفايته ومركبين صح. نوع من الجراثيم ونشرينا بالعالم صح. الى اخره يعني هذه كلها الاحتمالات احتمالات من فوق، مفتوحه موجود. بفعل الانسان لذلك النظرة بالفلسفة التحليلية مفروض أن تكون نظرة يعني متنوعة مش نظرة أحادية بجانب واحد لا. اسمح لي سماحة الشيخ أيضا <applause> صباح الخير السلام عليكم يعطيك العافيه. وعليكم السلام. آه، يعطيك العافيه اخ محمد، السلام عليكم مولانا. آه، بس لو سمحت بس اذا فيك بس توضح لنا مولانا هل هو البلاء، آه، البلاء هو درجات من خلال الايه اللي تفضلت فيها حضرتك انه آه، وقبل بشر الصابرين انه نقص في الاموال والانفس والثمرات، هل هو انه البلاء على الفقر نفس انه نفس الدرجه اللي هو ممكن والله بيترقى الواحد انه موضوع الفقر، موضوع المرض، موضوع النقص في الانفس والثمرات، هل هو فقد عزيز؟ نفس يعني نفس. الدرجه ممكن الواحد يعتبرها لو سمحت بس توضح لنا نعم. هذا الموضوع يعني بالبلاءات قصدك في منازل ومراتب صح. اذا في مجال بس تفسر لي شو معناته انه نقص في الاموال والانفس والأموال الاموال فهمنا الانفس والثمرات نعم شكرا جزيلا لك سمحت الشيخ يعني, يعني كانه في مراتب ومنازل طبعا هلا الانسان عاده لما نحكي انه شو الدرجه بالنسبه لبلائه هي الدرجه بحسب ما يتعلق بالشيء مرة في تعلق بالمال في تعلق بالأنفس في تعلق بالثمرات نعم. طبعا هلا الثمرات شو معناتها انه الثمرات لانه بالمعنى, بالمعنى العام هي الارزاق بعضهم بفسرها بالاولاد لانه الاولاد هن <applause> الثمره للانسان يعني لأكثر من تفسير بغض النظر عن هذا التفسير للايه بس اخر شيء انه الانسان بحجم ما يعاني بحجم ما يعوض عليه هي المسألة لأنه مش إنه واحد مثلا فقد مليون له أجر مثلا قيمته مليون وفقد ألف له أجر قيمته ألف ما هيدا الألف عند هيدا المشحب الفقير يعني قد يعني له أكثر من مئة مليار عند هيدا الغني المقتدر, المقتدر. فلذلك هي المسألة إنه قديش الواحد بيعاني قديش معاناته أه قديش بلاؤه الله سبحانه وتعالى يعطيه على قدر ذلك هذه بالقاعدة العامة نعم سمحت الشيخ هيدي الموضوع هلا مؤخرا هيك في كثير حديث حول موضوع التنبؤات انه هيدي كلها مكتوبه في الكتب القديمه قد ايش هذا الموضوع ده يمكن أستراداموس او غيره من, ال.. من ال.. يعني <تكتاب> في اول شيء في بعض ال.. الكتب مثلا مستر اذا قرينا نحن <morbit> اللي بيتعلق بهالاجواء اطلعت عليه ثابت انه اول شيء تركيبته تركيبه عامه اشبه بالعبائر المجازيه انه بتركب هون وهون 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 يعني ما في واحد صراحة على أكتر من بصير واحد يسقطها من عنده يعني في كتير امور ريتها هي اسقاطات اما ما ورد مما مثلا ينسب الى كتب دينيه عندنا صراحه في مغالطات كتيرة يعني هلا كثير انا بعثوا لي اسئله انه هذا المساله موجوده بالجافر ولا لا طيب ما الجفر نحن خلينا نعرف شو الجفر اول شيء ما الجفر نحن حسب ما ثابت عنا بالروايات مش مثل اللي عند الناس هلا المنشور بالكتب اللي عم بينشروها الجفر الاعظم والجفر بدري شو اصلا اللي غريبين يعني ما في ناس مش مستوعبين الفكره في واحد كاتب انه الجفر هو خطابات لامير المؤمنين علي بن ابي طالب كان عم يكتبها جعفر بن محمد الصادق اللي هو في عشرات السنين بين وفاة استشهاد الإمام علي عليه السلام وولادة الإمام الصادق عليه السلام هو من أحفاد أحفادي يعني من هو حفيد متأخر للإمام علي عليه السلام لا. لك هو اللي كتبه يعني الجفر آخر شيء نحن عندنا هو بالروايات المعتبرة هو وعاء فيه كتب لإثبات الحق يعني وعاء فيه مواريث الأنبياء لإثبات الحق مش إنه الجفر هو ما عندنا ما يحكى عنه وهلا بينسبوا لكتاب الجفر وهذا موجود بالمغرب وموجود في هيك صراحه هالمسائل مفروض انه واحد يعني ما يتاخذ فيها بشكل انه هذا الامر كانه قد كتب في هذه الكتب والان هو نعم نحن ما عندنا يعني مشكله انه يكون في كتب الله سبحانه وتعالى يعني اعطى مضمونها لبعض الاولياء عنا بعض الكتب انه بمعنى انه اخبرهم عن الاحداث اللي بدها تصير عن الحوادث عن اسماء الملوك و بس هيدا مش موجود يعني ما عندنا دليل على وجوده بعقيدتنا نحن هذا الشيء ممكن ان يكون او هو موجود في مع الامام المهدي عليه مم. السلام بشكل خاص هو اللي يكشف هذا الموضوع يعني قبل ما توصل تنبؤات دققوا في من لمنت لمن جاي طبعا وهلا في كمان معلومات مش صحيحه عم تنقال يعني عم تنقال في شخصيات عم تخترع. أخبار كثير عم أحاديث كمان كذلك الأمر عم تنتشر اسمح لي سمحت الشيخ يعطيكم العافية يعطيكم العافية عليكم وعليكم السلام إبراهيم أهلا <تصفح> وسهلا السلام <تصفح> السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله بس بدي أسأل سؤال بخصوص صحيفة السجابية الدعاء لأول فيه الإمام يا نفسه نعم نعم بخصوص دعاء يا من تحل بي عقد المكاره نعم على بس حضرتك كنت بتقول انه البلاءات بالدنيا اغلبها أن الانسان بيوفر بي 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 الاسباب فبينزل البلاء صح؟ اذا اذا بتعيد هذه العباره بس لو سمحت يعني البلاء البلاء لما يقع البلاء بالدنيا <applause> في اسباب لهذا البلاء من صنع الانسان بتكون باغلب الاحيان نعم <applause> يعني مثلا بموضوع فيروس كورونا بيقول الامام الامام عليه السلام انه وبقدرتك اوردته علي بسلطان توجهت إلى فلا مصدر لما اوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت الى اخر الدعاء هو بيقول لك بس بدي انا شرح على هيدي انه م. نحن مثل مثل كان بيقول لله سبحانه وتعالى انه ب... انت قادر انه تمنع هذا الشيء نعم فبس اذا بتوضح لنا يعني نعم. نعم. شكرا لك ايضا مداخله صباح الخير انا انا معلق على قصه صباح الخير بدي وقت بس لحتى ركلي مساء الخير السلام اهلا وسهلا وعليكم السلام <applause> كيفك استاذ محمد اهلا وسهلا أه... بدي اسال الشيخ اكرم لو سمحت معك الحج ابو رامي اهلا وسهلا حج أبو رامي. أه... طيب أه... نحن انا صاحب مصلحه بصلح ساعات و... وعندي بضاعه بمحلي بس ما عندي سيوله واجت ازمه الكورونا أه... عملت لنا مشكله قبل الكورونا كان في وضع اقتصادي سيء جدا نعم واجت ازمه الكورونا صرنا شهر مسكرين محلاتنا وما عندنا خميره يعني احنا وهلا انعاد عليكم ان شاء الله جاي شهر رمضان المبارك نعم. نعم. الله يعيده علينا وعليكم خير وعافيه وعندي صرت هل... هل... احنا سبع فوق... انفس بالبيت نعم. يعني ما بعرف كيف <applause> الطريقة بتعرف انت لا فيك تتدين من حدا ولا فيك ت... يعني تطلب من حدا مساعدات ولكن اذا فتحنا محلاتنا نحن ما بصير عجقه عنا مثل السوبر ماركت ومثل الميعين الخضره وغيره نعم. يعني ممكن يجي له زبون يطلع الواحد اكله وشربه بالنهار وهلا بتعرف شهر مبارك جاي علينا ان شاء الله الله يعيده نعم. على الجميع يعني الوضع صعب يعني نعم. شو بدي اقول لك نعم. اكثر من هيك نعم يعني هو السؤال اذا بدك تعطيني اياه مباشره لانه تفرع عندي هلا كذا سؤال حنحكي عن هذا الموضوع شو لازم واحد يعمل قصدك يعني شو لازم يعني يعملوا لنا حل نحن نفتح للساعه نعم. 5 خمسة يا خي بلكي الله بعث له رزقه من عند الله هي طبعا نعم نعم بتشكرك على المداخله شكرا جزيلا ايضا مداخله مساء الخير محمد معنا اهلا وسهلا تفضل السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمه الله بس بنسال هون الشيخ سؤال نعم تفضل تفضل عم بسمعك فوت بالسؤال مباشره لنستفيد من الوقت نحن وياك تفضل يلا مولانا بدي اسال اذا واحد بيكون مثلا عنده غراض تقول لك انا هيدي بعزتها هذه مش بعزتها يوم بيتصدق انه مش بعزتها طيب بهالحاله هو هل اجل مثل مثل اللي عم يعني بيتصدق بشيء هو بيحبه بهيدي الحاله شو؟ يعني نحن بنعرف لما بما تصدقوا بما تحبون نعم. يعني بهالحاله اللي تصدق واحد بشيء ما ما بعاقته ما بيحبه مثله مثل الاجر اللي تصدق بشيء واحد بحاجه له بيحبه نعم حنسال عن هذا الموضوع بدي تشكرك على هيدي على هذا الاتصال سمحت الشيخ يمكن هي واضحه بس حابب <applause> هو يستفهم اكثر اذا تصدق باللي بيحبه اذا تصدق باللي ما بيحبه هي لن تنالوا البر بطبيعه الحال انه الانسان حينما يتصدق بما يرغب ويحب ويكون التخلي عنه يعني يعد تخليا عما يحب ان لا يتخلى عنه عاده بحسب نعم. حاجاته ورغباته هاي الحاله النفسيه بتعلي من مستوى الثواب والاجر نعم. يعني لذلك أقول قبل شوي في فرق بين واحد افترضنا يمكن يكون واحد انسان فقير آه هذا الانسان الفقير اللي يتصدق بشيء هو قليل ولكن نسبة له كثير قد ينال اجر اكثر من واحد بيصدق مبلغ اكبر بكثير بس هو ولا شيء ولا بيعني صح يعني هاي المساله عند الله سبحانه وتعالى تفرق, تفرق. هلا مثلا الامام علي عليه السلام لما كان بالمسجد وجا فقير وطلب صدقه فلم يتصدق عليه احد من المسلمين الموجودين في المسجد فرفع يديه انه يا رب دخلت مسجد نبيك ولم يتصدق عليه احد فاشار عليه عليه السلام اليه فجاء واعطاه الخاتم نعم هلا وقتها الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه آية الولاية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون خرج النبي من تصدق في صلاته قيل هذا علي بن أبي طالب فكبر النبي وهلل أنه نزلت آية الولاية في بعض شو فهم أنه قديش قيمة الخاتم للابس الإمام علي فواحد قال قيمته كانت تساوي قيمة خراج البصرة والكوفة ضريب المليلة بلدين كبيرين، يا اخي مش هيك؟ ما على اسلام يمكن خاتم حديد كان ما لهش هالقيمه الماديه لا. ولكن قيمة القيمة اللي الله سبحانه وتعالى هي بالدقة هي القلب الذي هو يبادر من خلال اخلاصه ليعطي هذا القلب وهذا الاخلاص ليعطي القيمة للعمل. لذلك الإمام الخميني الله يقدس روحه كان يقول ضربة علي يوم الخندق توازي عمل الثقلين بقول لأن هذا الضربة جاءت من قلبي علي بن أبي طالب بدك تحكي بالمعيار الأساسي صح تحكي بمعيار حجم الإخلاص, الإخلاص فيها هلأ حجم الإخلاص هون بيدخل أنه قديش أنت بحاجة له أنه سيدة زهراء عليه السلام أنه بليلة عرسها تصدقت بقميص زفافها هون بتيجي بتحكي يعني مورد. حتما بتفرق. حتماً. انا سمحت الشيخ عبالي المخرج بعد في 10 دقائق حتى استفيد من اكبر قدر ممكن من الاتصالات، كمان ابو رامي كان عم بيقول لك انه الوضع سيء ماديا على سبيل المثال في محل تصليح ساعات انا في مساله بس بدي اقول منهجيا انه هاي المساله ما في واحد يقاربها بالمنظار الفردي انه إيه انت بيمشي الحال، وإيه انت بيمشي الحال، هاي المساله تابعه للاداره، لما تيجي الاداره العامه، تيجي وزاره الصحه اللي هي عم تنظر بانصاف الى هذا الموضوع لتجي اللجنه الحكوميه المؤلفه وتقول الحل هو الحجر المنزلي نحن مع انه ننصاع للاداره العامه من دون ما ندخل الامور الفرديه، طبيعه القانون طبيعه القانون قد يكون هناك مشكله في بناحيه فرديه معينه، ولكن هاي المشكله ضمن مصلحه القانون العام مفروض ان يقدم القانون العام عليه بهيدي الحال ايضا اتصال لقبل اظن من ابراهيم كان عم يسال عن مقطع الدعاء موجود به المقطع الدعاء انا بدي اقول شغله انه نحن نؤمن كل وجود هو من الله نعم ما في واحد يقول هذا وجود وهو ليس من الله سبحانه وتعالى ولكن نحن مع ايماننا بان كل وجود من الله نقول الانسان اذا فعل فعلا هذا الفعل الانساني هو من الله بواسطه القناه الاختياريه عند الانسان لا. يعني هو فعل من الانسان باختياره وهو من الله لان الانسان وفعله الذي نتج من القناه الاختياريه من الله بعرف انه هالكلام شوي مرات يعني يكون صعب تلاقيه فلذلك نحن لما نناشد الله سبحانه وتعالى نحن شو بنقول بنقول هذا الفيروس وهذا الميكروب الميكروب وغير اي شيء بدنا نتوجه الى الله سبحانه وتعالى نحن بنعرف انه حتى لو كان هذا الانسان هذا الشيء الانسان صنعه حتى لو كان جاء من الطبيعه سواء من الاختيار او من الطبيعه نحن نؤمن بان الله سبحانه وتعالى هو السبب الاول هو الواجد الاول هو بيده ان يجعل سببا غير الاسباب التي نعهدها هو بيده ان يرفع الاسباب مع المحافظه على اعتقادنا وايماننا بقانون السببيه لذلك م. نحن نتوجه الى الله سبحانه وتعالى على اساس انه هو قادر على ان يزيل كل ما نعاني منه من بلاء وأن يضع ما يمكن أن يؤدي بنا إلى ما نتمناه ونرجوه في هذه الحياة بهذه الحال طيب سمحت شيخ هون ممكن واحد يطرح سؤال وين موقع الدعاء في التغيير على سبيل المثال طرح أحد الأدعية ولا أدعية الأخرى نحن نحن مثلا هل أنا بسط المسألة هل راني راسي عم يجعني طيب بياخد حبة دواء بيرق راسي طب مين قال انه بس حبه الدواء هي بتروق الراس مين قال انه الدعاء والتوجه انا توجهي النفسي عند الله سبحانه وتعالى هو هذا بيعمل عامل نفسي فبيروق الراس او الله سبحانه وتعالى بواسطه شيء نحن لا نعهده شيء مجرد شيء ملك بيروق راسي انا بؤمن بقانون السببيه بس قانون السببيه ما بيحدد لي انه هذا هو السبب الوحيد انا قانون السببيه بيحدد لي هذا سبب بس قد يكون في سبب ثاني قد يكون في سبب ثالث اني الله سبحانه وتعالى ما ادعو أنا أدعوه على أساس أنه يا رب أنت بيدك الأسباب أنا بعرف هذا السبب بس يمكن يكون في مئة سبب آخر بعرف أنه هكذا يرفع هذا الشيء بس يمكن يكون في مئة أمر آخر يرفع بها هذا الشيء أنا أناشدك وأدعو لك بما أنك أنت تملك كل شيء أن تحل لي هذا من دون أنه هلأ أنا أعرف كيف يحله هذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى في ذلك بطبيعة الحال يعني واجب الدعاء في كل الأماكن من أجل تحصيل الرحمة الإلهية معمول واجب بالمعنى هلا أنه الدعاء أكيد مطلوب الدعاء أكيد نحن أه مش هبحطه مصاف الصلاة يعني, يعني أنه الدعاء أكيد مطلوب والدعاء نحن نؤمن بأنه هذا الدعاء بس الدعاء طبعا عندنا نحن روايات مثلا أنه الله سبحانه وتعالى مثلا لا يرزق من يدعوه للرزق من دون عمل يعني نحن هلأ كيف عمليا عمليا نحن بنقاوم فيروس كورونا كورونا بنقاومه من خلال خبرائنا اطبائنا ممرضينا من خلال التزام ب مثلا الحجر اللي هو بيعمل نوع من المقاومه قواعد واضافه يعني الى ذلك نحن نضيف الدعاء يعني مش واحد نحن مش من يعني عقيدتنا وادبياتنا ومسالكنا انه واحد شو يعمل يعني مثلا أنه أنا أدعو الله يا رب لا تصيبني بالفيروس الكورونا وبروح بعبط واحد معه فيروس كورونا أنه أكيد الله مش رح يبتليني فيه، لا نحن ما بنؤمن بهذا نحن آخر شيء ما ناخذ الأمور الطبيعية، بنعمل كل احتياطاتنا، بعد ما أعمل كل احتياطاتي بقول يا ربي أحمني، يا ربي قني من فيروس كورونا، يعني بدي أجمع بين الأسباب الطبيعية وبين الدعاء لله سبحانه وتعالى. بهذه الحاله. طبعا يعني بموضوع الطب والدين ايضا تساؤلات كثيره تطرح سمعت الشيخ انه من يستمع لمن بهي الازمات؟ يعني هلا والله هي مش انه من يستمع لمن على آخر شيء فكره كثير واضحه يعني. عندنا نحن الدين لما تقول النص الديني، النص الديني مستحيل يخالف الواقع، مستحيل. مستحيل يخالف القطع العقل العقل القطعي والواقع، يعني لما يجي مثلا انه هلا طبيا اجا قال لك انه هلا بهذا المكان اللي هو مسجد في فيروس اللي بيدخله اللي بيدخله بينصاب بالفيروس طيب هلا الطب لك موضوع بس هالقد بيحكي الطب ها بيجي الدين شو بيقول الدين الدين بيقول ما بيجوز له للشخص انه يوقع نفسه بالتهلكه وما بيجوز له يوقع غيره بالتهلكه وبالتالي. الطب اما الموضوع بيؤدي للتهلكه، عم يحكي عن موضوع بيؤدي للتهلكه، الدين بيقول لك ما تبني نفسك بالتهلكه، الدين بيقول لك ما تفوت على, يعني على المسجد، الطبيب ما بيقول لي ما تفوت على المسجد، طبيب بيقول لي انه طبيب بيقول لي انه هذا افترضنا المكان حتى لو كان مكانا عباديا، هذا في موضوع واحد اثنين ثلاثه، طب الدين اخر شيء الدين في له مبادئ، له قواعد، له ضوابط بيلتزم فيها، ما في لغه لسان الطب غير لسان الدين، يعني هن هما لسانان الطب يتحدث عن موضوع فقط الدين يتحدث عن حكم لهذا الموضوع فلذلك يتعارض تعارض ولما نحكي عن شيء مثلا له بركة خاصة مثل المسجد أو مثل المقامات المعينة هذا ما فينا نحن أنه هذا المسجد يعني نستثني من القواعد العامة لما يقول أنه أنه مفروض أن لا يكون هناك ضرار يعني إذا كان في ضرار وضر بالناس حتى لو كان يعني هلأ مثلا سمعت المسؤول لا. العتبه الرضوية المباركه يعني عم يحكي وبيجاوب بكاء يعني انه نحن يعني لما سكرنا العتبه الرضوية المباركه مقام الامام رضا عليه السلام ونحن يعني, يعني مرتاحين ومبسوطين انه ما يجوا الزوار بس بكره اذا الله سبحانه وتعالى قالنا انه ليش خليتوا الناس يفوتوا وينصابوا بهذه الامراض شو ما نجاوبه اذا الامام رضا عليه السلام قالنا انه هول الزوار ليش ما حميتوهم وقلت له ما تفوتوا حتى ما تحموا شو ما نجاوبهم لان هذا الكلام هو الكلام الواقع المنطقي الذي يدلنا عليه يعني دي. يعني الدين يستمع لاهل الخبره والاختصاص في تشخيص الموضوعات اكيد لما يكون موضوعات الطب او غير الطب هي من الموضوعات القطعيه الدين ياخذ بهذه الموضوعات القطعيه الدين اخر شيء هذا موضوع قطعي الدين الحكم ياتي الدين اخر شيء احكام احكام تشريعيه نعم لما يقول لك انه هذا فيه هذا يقتل الانسان الطب شو بيقول لي او مثلا الخبير بيقول لي هذا فيه ضرر بحيث اذا تناوله الشخص يموت الدين بيقول حرام واحد ياخذ هذا طالما هو هيك حرام ياخذه بس اخر شيء الفقيه الفقيه بالموضوع الخاص يعني مش الموضوع نحن بنسمي فيه موضوع الصنباطي وفي موضوع خاص بالموضوع الخاص الدين ما بيتدخل العلم بيجي بيتدخل بيقول لك هذا الموضوع هيك بيعمل الدين شو بيقول لك بيقول لك طالما هذا الموضوع يصل ضرره الى هذا الحد فهو حرام بس انه هذا الموضوع شو بيعمل قديش الكهرباء هلا مثلا هلا مثلا بعض الناس لاحظوا عم يسالوا انه بيستعملوا كثير تعقيم مش بقول لك بجوز لي هالقد استعمل تعقيم هذا في اسراف ولا لا يا اخي الدين بيقول لك انه الاسراف حرام بس انه هل المورد اللي عم تعمله في اسراف ولا لا شو خاص الدين هذا الطبيب اخر شيء بيروح عند اهل الخبره اه اللي بيفهم بالامور الكيماويه وتفاعلها بالجسد نعم هو بيقول لك انه هيدا بيضر ولا ما بيضر إذا كان بضر بنشوف نسبة ضرر وحتى تحكم الحكم، وإذا كان هذا ما له فايدة أصلاً وعم تستعمله بدون فايدة وغيرك في يستعمله ويصلح حد الإسراف، بيجي بيقول لك الدين هون في إسراف، بس الدين ما بيتدخل بالموضوع بيقول لك إنه هون في إسراف وهون ما في إسراف، هذا موضوع أهل الخبرة المفروض يحددوه. نعم. سمحت شيخ نحن الوقت داهمنا أسئلة كثيرة طبعاً يطرحها المشاهدين. سنناقش سنناقشها ونبحثها ونجاوب عليها ايضا بحلقات المقبله بدنا نذكر المشاهدين انه من الاثنين للخميس عند الساعه السادسة والنصف اسئله من قبيل شو بدنا نعمل بالبيت الحجر المنزلي قرار مين بدنا نتبع بموضوع البلاء ايضا اسئله اخرى وتفاصيل اخرى بموضوع المعقمات مثل ما تفضلت وقلت موضوع الاسراف موضوع صله الرحم حدا ما بيسال انه بهالفتره طبعا كلها هيدي ان شاء الله حنلاقي لها اجابات بدي تشكرك كثير على هيدي الحلقه سمحت الشيخ شكراً, شكرا, جزيلا لك حضرتك قلت ما يحصل يدعونا لوقفه لبرهة لاعاده التفكير فيما يحدث ويعيد البحث بموضوع الانظمه العالميه اصلا موضوع المفاهيم كذلك الامر ان الدين يستمع لاهل خبره في موضوع تشخيص الموضوعات واهل الاختصاص طبعا الله هو السبب الاول كما قلت الاختيار لدى البشر ما يجري هو في سنه طبيعية كما تفضلت وقلت والبلاء قد يكون لرفعة أو كعقاب على خيارات أو تخفيف الذنب, أو تخفيف الذنب في مكان ما. شكرا جزيلا لك سمحت الشيخ. طبعا بدنا نقول للمشاهدين أنه مع الناس برنامج مباشر على الهواء كل يوم من الاثنين حتى الخميس عند الساعة السادسة والنصف وهو يأتي للإجابة على تساؤلاتكم مع سماحة الشيخ الدكتور أكرم بركاته. ويأتي أيضا بعد وقفته معكم بعد نشره الاخبار كل يوم ايضا بمحبه يعطيكم الف عافيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته